المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام في مكة، لأن اليهود كانوا بيقولوا يتبع قبلتنا ولا يتبع ديننا، فنزل القرآن يصحح هذا المعنى. مش عايزين ننسى أيها الأحباب قضيتنا، قضية المسجد الأقصى اللي مذكور في القرآن، سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من إلى، منين؟ من المسجد الحرام، فين ده؟ في مكة المكرمة، إلى المسجد الأقصى، فين؟ في القدس الذي باركنا حوله. فهم ثلاث بلاد يعتبروا وقف إسلامي: مكة المكرمة فيها الكعبة، المدينة المنورة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، القدس الشريف المسجد الأقصى. طب البلاد دي بتقع فين؟ ماليش دعوة، يعني مكة والمدينة في السعودية لكن مش بتاعت السعوديون، والمسجد الأقصى في فلسطين مش بتاع الفلسطينيون، لا ده بتاع المسلمون. يعني مثلا لو السعودية قالت احنا هنبيع مكة لأي بلد، واحنا نملنا بقى بلدهم وهم حرين فيها، ايه الخيبة دي؟ اهو الكلام النهاردة بيتقال على القدس كده. بعض المغفلين من المسلمين يقولك وبعدين في موضوع فلسطين بقى احنا مالنا ومالهم بقى، وبعدين بقى بينه وبينك خلاص بقى. بص الكلام الخايب، احنا ساعدناهم، ربنا معاهم، ربنا يساعدهم، شد حيلهم، هم ايه الهم ده؟ هو ده هو اللي هو المسجد الاقصى بتاع الفلسطينيين. يعني لو الفلسطينيين قالوا خلاص احنا مالناش دعوه يبقى احنا مالنا، دي بلادهم. لا 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 لا، اوعى واحد خايب يقول الكلام ده، اوعى واحد خايب. زي واحد اهبل بيقولوا له هتعمل ايه لو كان شارون ضرب السد العالي؟ قال والله ما كنت حاسكه، كنت هضرب له المسجد الاقصى وهده. المهم يعني واخد بالك، لو مش عارفه قول لي وانا اقول لك على اسمه. المهم فاحنا عايزين نقول ان قضيه المسجد الاقصى هي قضيه المسلمين النهارده. يبقى النهارده غزه رمز العزه بتدافع عن المسجد الاقصى.